إلى الأمثلة جيم. في المثال الأول يقول: تفجرت من تحت أقدامه كنوز الأرض. هنا كلمة تحت هي في الأصل تدل على ظرف مكان، ولكن سبقت بماذا هنا؟ سبقت بحرف هي اسم الجر مجرور من. حتى. إذا هل نعربها ظرف مكان أم اسم مجرور هنا؟ اسم مجرور. أحسنت. إذا مجرد ما سبق أنت اسم ليش المكان رحت بحرف الصورة؟ الجر، بمجرد ما سبقت بحرف الجر تعرب اسم مجرور. إذا من تحت من حرف جر وتحت اسم مجرور. المثال الثاني: سما بجهده إلى فوق قمم العطاء. أين الكلمة التي دلت على مكان هنا؟ إلى يعني فوق، سبق لكنها المفعول لم به إلى تدل. فوق. ماذا نعربها؟ اسم مجرور لأنها أتت فوق بعدها حرف إلى الجر. حرف جر فوق. إذن نستنتج من خلال المثال الأول والثاني أن ظرف المكان قد يأتي مجرورا بحرف جر مثل من أو إلى. في هذه الحالة نعربه اسم مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره، ولا نعربه اسم مكان، ولا نعربه ظرف مكان. الآن في الأبيات الأمثلة نريد أن نحدد ظرف المكان. قال المتنبي: فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها: من تحت أخمصك الحشر. أين الكلمة التي دلت هنا على مكان؟ تحتي. ماذا نعربها؟ اسم مجرور لأنها سبقت بمن. إذن تحت إعرابها اسم مجرور لأنها سبقت بمن. المثال الثاني: قال شفيق معلوف: بعدن فغشاهن دمعي كأنني أراهن من خلف الزجاج المصدع. أين الكلمة التي دلت على ظرف على المكان هنا؟ خلفي. من خلفي. ماذا نعربها؟ اسم مجرور وجار اسم مجرور متعلق مجرور. بالفعل أراهن. مجرور على مجره الكسرة الظاهرة على آخره. ظرف المكان مجرد ما سبق بحرف الجر يعرب اسم مجرور. إذا لا ننسى أمرين: أن اسم ظرف الزمان والمكان إذا لم يدل على زمان حدوث الفعل أو مكانه يعرب بحسب موقعه من الجملة. اسم المكان إذا سبق بحرف جر يعرب اسم مجرور. طبعا هنا علينا أن نعرف أيضا في الأمثلة دال أن المفعول فيه الظرف سواء كان زمان أو مكان هو مثل الجار والمجرور، لا بد به، لا يحتاج إلى ما يتعلق به من أجل أن يتم معناه. سنرى ذلك من خلال الأمثلة. في المثال الأول: حري بنا أن نقف ساعة نتعلم منه. هنا كلمة ساعة، من تعرف لي كلمة ساعة؟ مفعول فيه ظرف زمان متعلقا بالفعل نقف. إذا ساعة مفعول فيه ظرف زمان تعلق بالفعل الذي سبقه وهو الفعل نقف. إذن يحتاج إلى ما يتعلق به حتى يتم معناه. طيب، في المثال الثاني: ما تزال صورة الفلاح ماثلة أمام عيني. هنا كلمة أمام دلتنا على مكان حدوث الفعل. أين تتعلق؟ هو مفعول فيه ظرف بالمشتق اسم الفاعل. إذن في المشتق اسم فاعل. إذن في المثال الأول تعلق بالفعل نقف.
المثال الثاني تعلق بما يشبه الفعل، الأسماء المشتقة، اسم الفاعل واسم المفعول والمصادر وأسماء الأفعال، هذه تشبه الفعل. إذن تعلقت باسم الفاعل ماثلة. المجد بين ثوبيه، أين المفعول فيه هنا؟ بين، مفعول فيه ظرف مكان. أين تعلق الظرف هنا؟ طبعا تعلق خبر محذوف من المجد، أي المجد مبتدأ. أحسنت، إذن المجد مبتدأ وبين ظرف مكان متعلق بخبر مقدر محذوف تقديره كائن أو موجود. إذن بين تعلقت بخبر إذن نستنتج أن المفعول به يحتاج إلى ما يتعلق به من فعل أو ما يشبه الفعل ليتم معناه، والمتعلق به إما مذكور أو محذوف. في المثال الأول والثاني كان المتعلق به مذكور، في المثال الأول الفعل نقف، في المثال الثاني اسم الفاعل ماثلة، في المثال الثاني كان محذوف، خبر محذوف من المبتدأ المجد تقديره كائن أو موجود. الآن ننتقل لنحل التدريب المتعلق بالفقرة د. قال حاتم الطائي: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمحل جديب. طبعا نريد هنا أن نعلق الظرف المفعول فيه فيما يأتي، أين المفعول فيه هنا في هذا المثال؟ قبل، مفعول فيه ظرف زمان. قبل مفعول فيه ظرف زمان، أين تعلق؟ أنسي بالفعل أضاحك. تعلق بالفعل أضاحك. هل لدينا أيضا ظرف آخر في البيت نفسه؟ أنسي، لا ما في. أقرأ البيت مرة ثانية: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمحل جديد. أنسي عندي؟ نعم، عندي مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم والياء في محل جر بالإضافة. طبعا الظرف متعلق بالفعل يخصب. في المثال الثاني قال عمرو بن كلثوم: إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا ولو نسام بها في الأمن أغلينا. أين المفعول به هنا؟ مفعول فيه عفوا. يوم، مفعول فيه يوم. أنت يوم مفعول فيه ظرف زمان. أين تعلق؟ متعلق بلنرخص. إذن مفعول فيه ظرف زمان متعلق بالفعل نرخص. قيل: الجنة تحت أقدام الأمهات، أين المفعول فيه هنا؟ تحت، مفعول فيه ظرف ظرف مكان. الجنة تحت أقدام الأمهات، أين تعلق هنا؟ متعلق محذوف. متعلق بخبر محذوف من كلمة الجنة، الجنة مبتدأ والخبر كائنة أو موجودة، طبعا خبر محذوف، تعلق الظرف بالخبر المحذوف، إذن تحت مفعول فيه ظرف زمان، عفوا ظرف مكان متعلق بخبر محذوف.
المفعول يحتاج إلى ما تعلق به، إذا سبقه فعل يتعلق بالفعل، إذا سبقه اسم مشتق أو اسم فعل يتعلق به أو يتعلق بخبر محذوف إذا سبقه بمبتدأ. أي